محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم، ما تهمل بقى وده وقته. الحبايب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. عبد الله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا دماغي؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبا. انت جرالك ايه يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك، حط ايدك في ايدي، نلحقه ونتقسم في الفلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ جوزك بيلاعبني، جايب معاه اتنين غفر، فاكر ان هما هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخدر. عشان استنى بره انت وهو عشان دول. تعالي هنا تعالي. ازيك يابا؟ حنفي، انت خرجت من السجن قبل ميعادك يعني، حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يابا؟ انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانة الفرن بقت صعبة عليك، انت بدك راحة. هانت؟ كلها كم شهر ويفكوا الحراسة عن الأبعدية وكم عمارة اللي حيلتنا، وساعتها الأشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم.
احمد اخويا ليه فين؟ ازيك انت حبيبي؟ الحمد لله على السلامة حبيبي، الحمد لله على السلامة. ازيك يا أمي؟ مش هتسلم على أخوك أحمد؟ عايز مني إيه يا حنفي؟ شنطة فينا يا أحمد، الأمانة اللي استأمنتك عليها. نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي، الشنطة دي مربوط عليها حياة واحدة، ملهاش أي ذنب غير إنها مراتي، هسلمها لهم عشان أخلصها من إيديهم. تبقى مجنون. تعرف الشنطة دي فيها قد ايه؟ فوق المئة ألف دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، أنا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. أنا هعرف أرجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الأرض لسبع سنة. قالوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا. عقله يا ايه الحكايه يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى تطلع بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بين رموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشلت الفلوس في الكفه التانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعترف بسوها، هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ في ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، ده نصيبكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، في ايدك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك، قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا، سيبني. تخرج وراها اللي على جتتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي.